وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي، أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء؟ وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء؟ وما بين وعدين وامرأتين، وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك 5 دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر، هنالك 5 دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا، هنالك 5 دقائق بها تقلبين حياتي قليلا. فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟ وبين كلام الهوى في جميع اللغات هناك كلام يقال لأجلك أنت، وشعر سيربطه الدارسون بعصرك أنت. وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة يوجد وقت يكون به البحر ممتلئا بالسنابل، وما بين نقطة حبر ونقطة حبر هنالك وقت ننام معا فيه بين الفواصل. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنالك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء، وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة، وتصبح فيها ممارسة الجنس ضربا سريعا على الآلة الكاتبة، وفي اللحظات التي لا مواقف فيها ولا عشق، لا كره، لا برق، لا رعد، لا شعر، لا نثر، لا شيء فيها، أسافر خلفك، أدخل كل المطارات، أسأل كل الفنادق عنك، فقد يتصادف أنك فيها. وفي لحظات القنوط، الهبوط، السقوط، الفراغ، الخواء، وفي لحظات انتحار الأمان وموت الرجاء، وفي لحظات التناقض حين تصير الحبيبات والحب ضدي، وتصبح فيها القصائد ضدي، وتصبح حتى النهود التي بايعتني على العرش ضدي، وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي أفكر فيك لبضع ثوان فتغدو حياتي حديقة وردي، وفي اللحظات القليلة حين يفاجئني الشعر دون انتظار وتصبح فيها الدقائق حبل بألف انفجار، وتصبح فيها الكتابة فعل خلاص وفعل انتحار، تطيرين مثل الفراشة بين الدفاتر والإصبعين، فكيف أقاتل 50 عاما على جبهتين، وكيف أبعثر لحمي على قارتين، وكيف أجامل غيرك، كيف أجالس غيرك، كيف أضاجع غيرك، كيف وأنت
مسافرة في عروق اليدين، وبين الجميلات من كل جنس ولون، وبين مئات الوجوه التي أقنعتني وما أقنعتني، وما بين جرح أفتش عنه وجرح يفتش عني، أفكر في عصرك الذهبي وعصر المانوليا وعصر الشموع وعصر البخور، وأحلم في عصرك الكان أعظم كل العصور. فماذا تسمينا هذا الشعور؟ وكيف أفسر هذا الحضور الغيابة وهذا الغياب الحضور؟ وكيف أكون هنا وأكون هناك؟ وكيف يريدونني أن أراهم وليس على الأرض أنثى سواك؟ أحبك، أحبك حين أكون حبيب سواك، وأشرب نخبك حين تصاحبني امرأة للعشاء، ويعطر دوما لساني فأهتف باسمك حين أنادي عليها، وأشغل نفسي خلال الطعام بدرس التشابه بين خطوط يديك وبين خطوط يديها، وأشعر أني أقوم بدور المهرج حين أركز شال الحرير على كتفيها، وأشعر أني أخون الحقيقة حين أقارن بين حنيني إليك وبين حنيني إليها. فماذا تسمين هذا؟ ازدواجا، سقوطا، هروبا، شدودا، جنونا؟ وكيف، كيف أكون لديك وأزعم أني لديها؟